اهلا ومرحبا بكم في قناة tavetalk.com. في هذا اليوم معنا سنتحدث عن الراوتر العملاق تندا اي سي 9. تندا اي سي 9 هو الراوتر البديل لتندا اي سي 15، ليس بديل يعني اقل، ياتي في التصنيف اقل منه بقليل. طبعا اي سي 9 يتمتع بمميزات خارقه. اولها هو معالج برودكام كورتكس اي 7، وايضا مع رامات من نوع دي دي ار 3، وسرعه واي فاي تقارب ال 1200 ميجا بايت في الثانيه. يحتوي على منفذ يو اس بي بامكانك عمل سيرفر مشاركة للملفات للويندوز، وايضا كسيرفر مشاركة للطابعة، نفس ميزات اي سي 15 من تندا. طبعا قوية التغطية، جيد جدا، يأتي بعد اي سي 15 في قوة التغطية، و ممتاز جدا، يتمتع بكافة ميزات الحظر وغيرها. يتمتع ايضا بمنافذ جيجا بايت ايثرنت، اربع منافذ ومنفذ طبعا الباور تبعه 12 فولت 2 امبير. قوة وايرات الارسال او قوة انتينات الارسال هي 20 دي بي ام ل 2.4 و 23 دي بي ام ل تردد 5 جيجا هرتز. طبعا يحتوي على عدد 2 انتينا للارسال. بامكانه يحتوي ايضا على VPN كما هو موضح، يحتوي على ال VPN. بإمكانك إدخال ال VPN في ال peer to peer أو ال to peer، يعني بروتوكول الطبقة الثانية أو ال peer to peer، وهي متوفرة بشكل كبير. كما أنه يدعم ال FTP server للملفات، يعني إذا تريد تشارك الملفات عبر ال FTP أو عبر ال SMB تبع الويندوز بحسب رغبتك. كما يتميز ايضا بانك تقدر تضيف يوزرات للقراءة ويوزرات للقراءة والكتابة فقط، يعني تقدر تتحكم من لها الحق في القراءة ومن لها الحق في القراءة والكتابة ايضا. نأتي لصفحة الضبط. طبعا صفحة الضبط هي 192.168.0.1. انقر ستارت لنأخذ جولة سريعة على النظام. بيقول لي هنا كيب الالوان غير مركب، ممكن اعمل سكيب. بتجاوز الاعدادات الاساسية بس لنتعرف على واجهة النظام الاساسية، ومن ثم في فيديوهات لاحقة سنعرف ضبط كل شيء بالتفصيل. معنا اول خيار الذي هو معلومات عامة عن حالة الجهاز، مثلا هل متصل بالانترنت او لا، الواي فاي، اسماء نقاط الواي فاي، هل اليو اس بي متصل او لا، وايضا الاجهزة المتصلة بالجهاز، وبامكاننا نحن نضيفها للبلاك ليست اذا اردنا. الاختيار الثاني هو اعدادات الانترنت، سواء ب DHCP او IP ثابت او برودباند. الاختيار الثالث فيه اعدادات الواي فاي كاملة. والاختيار الرابع الجيتس نتورك او شبكة الضيوف. الاختيار الخامس وهو السليبنج مود، يعني وضع حفظ الطاقة. والاختيار الخامس هو اعدادات اليو اس بي. الاختيار السادس اختيارات
الفي بي ان، سواء سيرفر الفي بي ان او عميل الفي بي ان كلاينت. الاختيار السابع يحتوي على الفاير وول والتحكم الابوي والاي بي تي في والستاتيك راوتينج كما نشاهد كامل. ومعنا الخانة الأخيرة الذي هي السيستم سيتينج، الذي هي تحديث النظام أو استعادة أو نسخ احتياطي للإعدادات أو الصيانة التلقائية، حالة النظام، سجل النظام والتوقيت وغيرها، والـ DHCP static. هكذا نكون قد عملنا مقدمة سريعة عن الروتر هذا، الروتر العملاقي تندي إيزي 9. طبعا متوفر معنا، تقدر تطلبه في المراسلة الخاصة أو من الوكيل الرسمي لشركة تندا في الجمهورية اليمنية، المجذوب للكمبيوتر شارع صخر وفروعه. هذه تحياتي خالد الملصي من تفتك.com.